فرح أولى فقراتنا لليوم رح تكون من عالم الطب، ورح نحكي عن أكثر الأمراض شيوعاً وانتشاراً بمختلف بقاع العالم ومع اختلاف الأعمار. آلام أسفل الظهر وهي خليط من أعراض الاضطرابات الهيكلية أو من اضطرابات الفقرات القطنية اللي تكون عادة إما حادة أو مزمنة. أكيد سلمى، تظهر هي الآلام تطوراً كبيراً خلال شهرين أو ثلاثة من بدايتها، وعادة ما تؤثر على معظم البالغين في مرحلة ما من حياتهم. لنحكي أكثر عن الموضوع أكيد بصير نرحب مع بعض بالدكتور جهاد، أخصائي في الأمراض العظمية ورئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. بالبداية خلينا نعرف الناس أكثر عن آلام أسفل الظهر. حقيقة العمود الفقري هو أحد الأجهزة اللي بتتعرض عادة الإنسان للأذيات. آلام أسفل الظهر الحقيقة هي غالبا ميكانيكية، قليل منها بيكون إمراضية، يعني إنتان الأمور هي الآلية الميكانيكية هي اللي طاغية على الآلام أسفل الظهر، ناتجة غالبا عن بعد جهد وتعب، وخاصة بتكون الإنسان ما له مارس أي نوع من الرياضة أو ما عنده بالعادة بحياته بسيطة بدون أي تعب، فبصير عندي آلام أسفل الظهر. هلأ تختلف من جيل إلى آخر. آلام أسفل الظهر الحقيقة بتتجلى بمنطقة غالبا في منطقة العمود القطني، في عنا بعض الأحيان بصير عنا آلام في منتصف العمود الظهري وهي عن وضعيات خاطئة. نحن بيجينا الحقيقة في مشفى ابن النفيس، بيجينا على العيادات وعلى المستشفى آلام الشباب اللي بسن البكالوريا، آلام العمود الفقري حيا هي وضع في جلوس. هلأ هي ممكن إصلاحها نحن طبعا مع الرياضة ومع إصلاح الوضعيات. هلأ آلام أسفل الظهر هي آلية ميكانيكية مثل ما قلنا، ناتجة عن عادات سيئة بنقوم فيها، من وضعية الجلوس، من وضعية حمل الوزن. يعني حتى آلية حمل الوزن، إذا كنا نحن نحمل الوزن في طريقة بحمل الوزن بحيث أنه نحن ما يسبب عنا آلام بالعمود الفقري. هلأ غالبية الآلام اللي بتصير هي بده يصير عندي مشكلة بالعمود الفقري، يعني هلأ حمل الوزن، هلأ صار يعني مباشرة صار عنده ألم، مو يعني من شهر مثلا بيجي على العيادة أو بيجي على المستشفى بقول أنه أنا من شهر حملت وزن وصار عندي ألم، لا، الآلام للعمود الفقري يعني آنية مباشرة، هلأ المريض بيحمل، هلأ بنوجع. نعم. فالآلام تتجلى هي حقيقة بعض الأحيان تستقر في أسفل العمود الفقري. هلأ ممكن أنه تنتشر للأطراف. في شيء اسمه آلام يبوسي صباحية، بيجي المريض بيقول أنه أنا الصبحيات فايق، ظهري موجوع، مكسر، مالي حسنان، هذا نتيجة إجهاد قبل بيوم. ممكن التعرض لآلام تشنجية، تعرض لتيار هواء بارد أو وضعيات خاطئة. هالآلام هي الصباحية طبعا ممكن نحن علاجها بالأدوية وعلاجها بتحسين الحالة العامة للمريض، الرياضة، السباحة، يعني نحن في هالأمور هي. هلأ في شغلة كتير مهمة نحن من أولى عند النساء، خلينا نروح بهالطريق هذا شوي. في عندنا نحن آلام عند النساء أسفل الظهر بالشهر الثامن التاسع، وفي آلام في خاصة النساء اللي أول حمل عندهم في الأشهر الأولى. حقيقة هذا تبدل وضع الجنين في الحوض، بصير عندنا بعض الآلام. غالبية المرضى بعد الوضع ما تضع الإمرأة بيروح الآلام. هلأ إذا استمر الآلام هون عندنا مشكلة، نحن بدنا نعمل صور شوعية ونشوف. الناس تخاف يصير ديسك عندهم بعد الولادة. تمام، هي أكثر شيء هذا الحكي، ديسك أو انزلاق فقرة. هذا نحن الحكي إذا استمر الألم بعد الولادة لفترة زمنية مباشرة نحن ندخل باستقصاءات، هذا نسبة قليلة جدا منهم اللي بيصير عندهم هالأمر. هذا دكتور إذا بدنا نحكي بالتفصيل عن مراحل هي الألم، أنت بتكون مراحل نحن ممكن نضبطها ونعالجها دغري، أنت ممكن تتطور لحتى نحتاج فعلا إلى عمل جراحي. هلأ نحن بيجي المريض، مفروض المريض أول ما بلشت عنده أعراض الألم هو المشعر الوحيد، يعني ما في عندي أنا غير الألم، هو المشعر الوحيد، بتوجه نحو الطبيب. هلأ بيكون في عنده هو بقى الطبيب، هون بيتم بقى أخذ القصة السريرية عند المريض ويعرف شو عنده وكيف المبدأ اللي الأسباب اللي أدت لها الألام.
من القصة السريرية أحيانا نحتاج إلى صور شعاعية بسيطة، أحيانا لا نحتاج إلى صور شعاعية بسيطة. يعني هلا المريض بيجي بيقول لي أنا بدي أعمل صورة، صورة لا تعالج يعني تشخص، وهي صورة لتعين الطبيب لأنه هو يقدم يعني حتى يضع التشخيص المناسب. إذا احتاج الطبيب لصورة بسيطة ممكن يعمل صورة بسيطة، وهالصورة هي بتساعد الطبيب بطريقة أو بأخرى بحيث أنه يشخص الحالة عند المريض. هلأ عادة نحن بنعطي أدوية لهالمريض هذا وبنخليه يبتعد عن الأعمال المجهدة، من حمل الأوزان، من الوقوف المديد، من صعود الدرج. فهل هذا الشيء بيساعده؟ من اتباع بعض الأحيان المعالجة الفيزيائية بتعطي نتائج كتير جيدة لهيك أمور. هلأ إذا تطور الألم أو المريض أهمل، يعني إذا المريض أهمل إيه والله وجع ظهر بسيط، أخذنا حبتين سيتامول، أخذنا حبتين مضاد التهاب وما عطت النتائج، هي بقى بتطور الألم، بيكون شغلة بسيطة في بتطور وبيزيد، فبصير عندنا الأعراض بتزيد عند المريض مما يستدعي إلا أنه يذهب لعند الطبيب. كانت القصة ممكن أنه تنتهي بعلاج بسيط، بمعالجة فيزيائية بسيطة، بتجنب، بوقاية بسيطة، بقى متدخل لمرحلة تانية اللي هي اللي نحن نطلب فيها. إذا صار عندي الألم أعراض انتشار الألم من الظهر للأطراف السفلية على طرف وحيد أو على طرفين، ظهور الأعراض الخدر والنمل بالطرف، هذا معناتها بلشت الأمور تسوء. هلأ إذا بلشت تسوء أكثر بصير عندي شيء اسمه هبوط قدم، يعني عدم فعالية بالطرف، بصير المريض ما بيعود يحسن يحرك طرفه، وهذا صار بقى حالة إسعافية. هي من الحالات الإسعافية، إصابات زي الفرس والأمور هي. فالتشخيص هو يبقى عند الطبيب. المريض أنا بفضل أنه ما يعني يجتهد له ولا الصيدلي بأنه يعطيه دواء يروح عند الصيدلي، خذ الحبة، خذ التحميلة، خذ الإبرة، مشي حالك. الأمور بيكون شغل بسيط، بس يشخصه الطبيب أنه هالأمر هذا عبارة عن أمر بسيط أو أمر ممكن يكون يعني أمر يستدعي إلى استقصاءات. والحقيقة الاستقصاءات موجودة وفعالة ونتائجها جيدة جدا، بالإضافة إلى الفحص السريري والصور الشعاعية المطلوبة لهالمريض هذا، وبناء عليه بتشخص هل هي عبارة عن فتق نوالوبية اللي بيسموه باللغة العامية ديسك. آلية الديسك هو آلية ميكانيكية، يعني ما في مريض نام تاني يوم الصبح فصار معه ديسك، هذا يعني ما بتركب. يعني بيقول لي مريض انا ما مالي حامل له شيء، اليوم الصبحيات فقت عندي ديسك، اما يعني ما في. الديسك هو اليه ميكانيكيه بحته، عباره عن هجره قرص الديسك وهو القرص الموجود بين الفقرات، هجرته الى الخلف باتجاه الضغط على احد الجذور العصبيه او على الجذرين او حتى على النخاع. هلا هاي العمل هذا بده اليه ميكانيكيه، العطف، حمل الوزن بطريقه سيئه، احيانا المريض بيعطس عطسي قوية بسبب هالشي هذا، أحيانا المريض بيكون عم يقيم شغلة من الأرض بوضعية خاطئة بصير عنده هالشي هذا. هل الأمر هذا بيعطي ألم مباشر؟ يعني فالألم مباشر هذا يعني أحيانا ما بينتشر على الطرف، فبيكون ألم بالعمود الفقري، ببلش بقى يضغط على الجذر العصبي، وهون نحن بقى بيفضل أنه استدعاء أنه يذهب للطبيب، والطبيب بقى بيقوم بالاستقصاءات. الحقيقة أحسن استقصاء لدراسة أزيات العمود الفقري هو الرنين المغناطيسي، يعني هو التشخيص، يعني الصورة التي تقطع الشك باليقين، ما في مجال. كنا من زمان نحن نعمل صورة ظليلة نحقون أو فصورة الرنين المغناطيسي هي بتشخص للمريض شو حالته وشو طبيعة الديسك، وهل هذا الديسك جراحي أم لا؟ هذا موضوع كتير مهم. تماماً، هون كان بدي أسألك دكتور إنه عادة الناس أول ما بتعرف إنه عنده ديسك بتلجأ فوراً، بتخاف إنه أنا بدي أعمل عملية، أنا ما بدي أعمل. أيضاً اكتشاف إيمتى الشخص عنده ديسك بتختلف بالعلاج، يعني ممكن هو يتعالج بأدوية معينة، بمكملات مثل الفيتامينات اللي بياخدوها للعظم تقوية العظم، ولا ممكن إيمتى نلجأ للجراحة؟ الحقيقة سؤال كتير مهم، وهذا الحكي بيجينا نحن من تلك أنا تواتر مرضى لعنا على المستشفى ابن النفيس بشكل كبير.
الحقيقة موضوع الديسك هو أحيانا بيكون ديسك بسيط لا يحتاج إلى جراحة. التداخل الجراحي ما لح يحقق شيء للمريض، ممكن علاجه بالأدوية وبالراحة وبالمعالجة الفيزيائية وبيأخذ نتيجة جيدة جدا. بعض الأحيان بيكون المريض كتير مستعجل أنه أنا بدي أعمل عملية خليني أخلص، الموضوع ما بيجي بكبسة زر. والحقيقة هذا الموضوع الطبيب بشخصه، ما في مجال. أحيانا بيكون عندي أنا من البداية عندي ديسك صريح جراحي، يعني أنا بتبلش الأعراض تسوء، يعني لازم هذا المريض يعمل عمل جراحي، وإلا إذا ما عمل عمل جراحي لأنه الأذيات العصبية لا تتراجع، يعني المريض اللي بصير عنده هبوط قدم وأذية عصبية ما بتتراجع، ما بود برجع بيتحسن. فنحن اللجوء إلى العمل الجراحي لحتى ما نوصل للمرحلة. طبعا في مراحل متقدمة انفلات مسرات والأذيات العصبية الكبيرة هي، فنحن مطلوب من المريض أنه هذا الديسك هو عمل جراحي وهذا الديسك ما نوع عمل جراحي، ممكن علاجه. لا شك أنه بعد العمل الجراحي، خلينا ننوه على النقطة هي، إلا ما يصفى آلام 10-15%، بعض المرضى بتحسنوا 100% وبعض المرضى بصفى 10% بتحملوا المريض بيعتاد عليه. هلأ المريض اللي جاي لعندي أنا ألم صورة شواعية عنده ديسك بيرتاح بيتحسن بياخد أدوية بيتحسن، إذا صار عنده رد إجهاد مرة تانية برد برجع، نحن بنبعد قدر الإمكان على العملية. العملية إذن هي وقت اللي بصير عند المريض أعراض ما عاد صفي شيء للتراجع على الإطلاق، لأنه إذا تركنا لح تزيد الأعراض. بلش بألم قطني منتشر للطرف السفلي، بلشت الحرقة، بلش الخدر، هذا صار، والنتائج الجراحية هون جيدة جدا، يعني حتى ما العالم تعمل تخاف أنه عملي العملي جراحي الديسك هو بإيد جراح ماهر نتائجه جيدة جدا، يعني نحن بمشفانا نتائج جيدة جدا، يعني الأطباء كفاء كفاءة عالية مشفى نفيس. والشيء الحقيقة أحيانا بيجينا نحن عملية جراحية بالليل الساعة 1 بالليل، مباشرة المريض بيدخل على العمليات وبياخذ النتائج بعد العمل الجراحي مباشرة. نعم. لأنه عندي هالضغط العصب المضغوط، بتقيمي الضغط على العصب بيعطي انفراج مباشرة العصب بيتحسن. هلا في شغلة هي إنه نحن كل ما تأخرنا هالأعراض يعني زوال الأعراض بيتأخر. وبعض الأحيان بيبقى بعض الأعراض اللي ما بتروح، وهذا الحقيقة هو يعود إلى تأخر التشخيص. ممكن يكون المريض، ممكن يكون الطبيب، يعني الطبيب أنه يعني ما قدر يشخص بشكل جيد أو ما أخذ بعين اعتبار هالألم، أو المريض ما عبر له بشكل كبير أنه أول الأعراض. بس غالبا نحن الأمور هي الحقيقة هي قلت لك أنا الصورة الشعاعية هي بتكشف، صورة الرنين المغناطيسي بتكشف أنه أنا في عندي ديسك. هلأ في شغلة مهمة هي أنه بعض الأحيان في عنا نحن بعض النواتق المناقير بسن متقدم شوي بيعمل صورة أنا في عندي ديسك دكتور، أنا في عندي أربعة سوك بظهري، هاي أربعة سوك بالظهر ما بتركب، يعني هذا عبارة عن مناقير اندغال، يعني مناقير من عمود فقري. الحل إلى هي الحقيقة إذا كان في عندي أعراض بنسميها عرج متقطع، بصير عندي آلام، المريض ما له حسنان، بلش الخدر والشواش الحس، هذا التداخل الجراحي بالداخل جراحيا وبيتثبت بشيء اسمه إيساق فقرات، تثبيت ببراغي. بعض الأحيان مضطر لها نحن في أزيات اسمها انزلاق الفقرة، هالفقرتين الموجودين بصير فيهم انزياح بيضغطوا على العصب، نضطر إلى نحن تثبيت الفقرات في براغي ورولات. مو كل المرضى، ولكن إذا كان على أكثر من مستوى الإصابة، إذا تم خزع الصفيحات فما بصير عندي ثباتية بالفقرات، فيجب تثبيت الفقرات هدول في براغي ورولات. والعمل الجراحي ما نوع معقد. نعم. يعني بتمنى أنه المرضى يعني يكون عنده ثقة، خفوا رعب شوي. تمام. هلأ نحن موضوع براغي وصفايح وحط يعني وعمل جراحي ما هو معقد. العمل الجراحي حقيقة جراحين بسوريا حصلا. الحقيقة أنا كنت في مؤتمر الأسبوع الماضي في ببيروت،
اسمه المؤتمر العالمي لجراحة العمود الفقري. نعم. حقيقة طلعت على كل شيء. نحن موجود، يعني هو الحقيقة بعض التقنيات لحد الآن. احنا هلأ موجود حاليا التداخل الجراحي بالمنظار، موجود هذا الشيء. هلأ هن عندهم الشيء الجديد هو اسمه التثبيت العمود الفقري بالميني انفيزيبل، يعني الجراحة الجرح الصغير. الحقيقة عم يشتغلوه الشباب هون، بس تقنيات. يعني الشيء اللي انعرض طبعا هلا هن تكنولوجيا وشركات وهي، لكن يعني الامكانيات الموجوده عند الشباب هون ما هي سيئه ابدا. اكيد بهالمناسبه بنوجه تحيه لكل الاطباء ولكل الجراحين السوريين، وكمان لكل المشاهدين. هي الدكتور طمنا اليوم انه نحن فعلا قادرين نتخطى كل الامراض وحتى الاعمال الجراحيه وبنتائج ممتازه. دكتور، يعني الموضوع كبير فعلا، وهو مثل ما قلنا بالمقدمه يمكن من اكثر الالام ومن اكثر شيء شائع بكل انحاء العالم، مو بس عندنا بسوريا. فرح نشكر وجودك معنا كثير لليوم، اكيد رح نكمل بهذا الموضوع بحلقتنا القادمه.